coming now. أنا عارف. My mother. Now. مالها دي؟ أهلا أهلا يا ماما. اللهم صل على النبي، مبروك عليك يا ابني. الله يبارك فيكي، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ابو حميد؟ والله برافو عليك، المفاجأة دي جميلة قوي. اللهم صل على النبي، اجعلها مبروك عليك يا دناي. الله يبارك فيك يا ماما. أنا قلت أجيبها لك بقى تتفرج على الشقة وتشوفك. اتفضلي يا ماما، اتفضلي استريحي. ها تشربوا إيه بقى؟ لا مش عاوزين نشرب حاجة، فين مراتك؟ مراتي موجودة. ثانية واحدة عندها لها واجي. أما بيت أخوك عمر في شوية هوا يرد الروح. No one visits without permission. It's wrong. They are my mother and brother. So what? Still wrong. هما بيرتونوا بيقولوا ايه؟ ابدا يما، دي مرات عمر بس عماله تتحايل عليه انك تباتي عندها النهارده لانك اول مره تزوريها. طب مش يا ابني تسلم عليا الاول؟ اكيد اكيد هتيجي تسلم على حضرتك يما. صوتكم كان واصل لغايه هنا. ماما حست بحاجه؟ هي سمعتها وهي بتتكلم بس انا غيرت الكلام، قلت لها انها بتقول انها لازم تبات عندها لانها اول مره تجيلها. طيب كويس قوي. بتتوشوشوا انت وهو على ايه؟ ابدا، ده احنا كنا بنتكلم في المشروع بتاعه. وصلتوا لايه يا ابني؟ ولا حاجه، مستنيين الاستاذ حسام ومراته. اول ما رجعوا من السفر هنبتدي. يرجعوا بألف سلامه ان شاء الله، وحشتني يا عمر قوي. انت كمان وحشانه قوي يا ماما، انت نورتي البيت. يا حبيبي. الو. ايوه ليلى خير. ايه؟ لا 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 ما تقلقيش ما تقلقيش يا ليلى، انا جاي لك حالا، مع السلامه. في يا احمد؟ نصيبه اما ليلى جالها نزيف وهي حامل. يا لهوي. طب مستني ايه؟ ما يلا تروح لها على طول. انا رايح لها على طول. انا جاي معاك. تروحي معاها فين؟ انت لسه جايه دلوقتي، هتنزلي على طول؟ خليك انت يا ماما يلا. ما يصحش يا ابني. ما يصحش ايه بس يا ماما؟ يلا. بقول لك ايه؟ نعم. اول ما توصل تكلمني. حاضر. ولو في حاجه تستدعي وجودي كلمني برضه. هقول لك يا عم. احمد بس هو اللي مشي، انما ماما قاعده معانا. اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا مرات ابني، يا الف نهار ابيض يا اختي، نورتي يا اختي. هاي. ما قلتليش يا ماما، ايه رايك في شقتي الجديده؟ جميله حبيبي، يا ربنا يملاها لك بركه يا قادر يا كريم. هقوم اعمل لك الشاي. تعالى هنا، انت اللي تعملي الشاي ليه؟ ومراتك ما تقومش تعمله ليه؟ ما هو الحاجات دي عندهم بعد الجواز عادي، انا اعمله وهي تعمله، المهم انه يتعمل. طب والطبيخ انت اللي بتطبخه؟ لا الحاجات دي مفيش تفاهم، جايبين طباخ. قلتلي. ما تيجي تتسلي بدل ما انت قاعده كده يا ام خالد، عبال ما نقي الرز. مالك يا اختي؟ مفيش حاجة. مالك يا طنط؟ بتقول مفيش حاجة. ازاي يعني؟ هو احنا مش عارفينك؟ مفيش حاجة يا بنتي. خلاص يا ماما هي حرة، سيبيها براحتها. أنا هروح أشوف الشوربة اللي على النار. أصيلة! عمر! نجحت مش كده؟ هو كده يا أم عمر بيه، عمر باشا كمان! يا حبيب قلب امك، الف مبروك، الف نهار ابيض. انا كمان نجحت وعملت اللي عليا. غمضي عينيكي اهو، فتحي بقى. ايه ده؟ خلاص كل حاجه بقت جاهزه، كلها شهر ولا اتنين واطلع على اوروبا. ابنك هيسافر اوروبا يا امه. انت بتقول ايه يا واد؟ انت بتقول ايه يا عمر؟ اللي سمعتيه يا امه. خلاص صاحبي بعت لي كل الورق بتاع السفر، مش فاضل بس غير الجيش. ادعي لي يدوني غير لايك زي ما ادوا لاحمد. الله، ده انت بتعيطي كمان اهو. يوه اديني قايمه مروح. فين يا سعومة؟ بقولك تعالى هنا، انت عاوز ايه؟ اقولك ايه؟ ابعد عن وش السعادة.
ابن منصور السواق اللي ساكنين في الحارة، فاكر ولا فكرك بأصلنا أكتر وأكتر؟ ها؟ إيه؟ مكسوف مني؟ لف هنا وبص لي وقول لي، إزاي قلبك هان عليك إنك تنزل أمك في انصاص الليالي وهي في الحالة دي؟ إزاي تخلي واحد حقير قاعد عندك يقول لك ويقول لأمك إنها شغال عندك؟ إزاي؟ صدقني يا أحمد، أنا كنت تعبان وأغمى عليا. أغمى عليك من السكر يا خمرجي، هو ده اللي أنت بيتفلح فيه دلوقتي؟ إنف! أنت لازم أطلع بره دلوقتي! أنت تخلصي خالص، مش عايز أسمع صوتك! ما لازم تعمل كده وأكتر من كده كمان! أوت! أوت! قول له عمر اطلع بره! ما تقول له! ما تقول له يا عمر! ما أنت لازم تسمع كلام الست، يا سيدي الرجالة! أنا مش عايز أسمع صوتك خالص، فاهم ولا لأ؟ هو لازم يطلع بره! ممكن تخش جوه؟ إحنا خد في بعض! نتفاهم نتخانق براحتنا يا ستي! وأنا مش خش قبل ما دي تطلع بره! أفندم، مرات حضرتك اتصلت من شوية وطلبت الند. أيوة أنت تعالي خدي دي! دي بيضرب جوزي وعايز يموته! ممكن تتفضلي جوه يا مدام؟ إحنا آسفين أوي على الإزعاج، بس ده أخويا ومفيش حاجة. حضرتك عارف إن إحنا مكلفين بحماية المكان والسكان اللي فيه. إحنا عارفين. الحكاية كلها إن إحنا كنا بنتكلم وبعدين صوتنا عالي شوية. هي خواجاية بقى ما تفهمش طبعنا. عموما إحنا آسفين تاني. على إذنكم. اتفضل. بكرة ياما نشوف وياما نسمع، عن إذنك. استنى يا أحمد. أنا عايز أروح لماما، عايز أصالحها. لما تبقى راجل وتعرف تجيب حق أمك، يبقى تعالى شوفها. عن إذنك يا مستر عمر. وازاي سكتي يا ماما؟ وليه نزلتي؟ ما كنتي تهزقيه قدام كل الموجودين وتطرديهم كمان. ازاي بس يا بنتي؟ هو عمر كده ما يجيش من وراه غير كل المشاكل. فاكره برضو لما دخلتي اسم البوليس بسببه زمان في حكايه السرقه؟ اخوك في غيبوبه، اخوك مش في وعي. طبعا طبعه بطبعه. سامحيني يا ماما، سامحيني زي ما طول عمرك بتسامحيني. انا مش فاهمه تسامحك ازاي المره دي؟ ما كل شيء وله اخر، المره دي بالذات ما ينفعش تسامحك. عارف، والله العظيم عارف. ابوسي ايدك تسامحيني يا ماما، انا ما نمتش طول الليل وما جرتش وراها لي ان شاء الله. سوسن، عشان خاطري سيبيني اتكلم مع عمي شويه كده. لا انا سايبه لك البيت خالص. سلام يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما، عشان خاطري تسامحيني. قلبي طول عمره بسامحك يا حبيبي، بس تذكر يا عمر ومراتك تبقى ماشيه على الناس كده؟ لا يا حبيبي ما ينفعش. هم عوايدهم كده يا ماما. عندهم هم لكن عندنا احنا لا. عيب يا عمر، وقبل العيب حرام يا حبيبي. هي دي الحضارة والمدنية. مدنية ايه وحضارة ايه؟ فوق يا عمر، فوق قبل ما تغرق في بحر الحرام. انا كمان مش عارف اعمل ايه يا ماما، انا ظروفي معاها صعبة قوي. بس بلاش كلام فاضي. ويا الست لما تلاقيك ضعيف كده قدامها هتحبك؟ طبعا لا. الست بتحب الراجل اللي يحميها برجولته. بتهالي عمرك ما قلت لها لا على حاجه، صح؟ يعني بقيت شخشخه في ايدها لدرجه انك مش قادر تحافظ على امك قدامها. فوق يا عمر، فوق يا ابني وارجع لاصلك. انا خايف يا ماما، مش عارف اعمل ايه. خايف ازعلها لا تاخد بعضها وتاخد كل حاجه وترجع بلدها تاني، وارجع يا مولاها كما خلقتني. جه الوقت اللي تدفع ثمن اختيارك. انا كل اللي يهمني دلوقتي انك تسامحيني وما تبقيش زعلانه مني. توعدني انك ما تلمسي المدعوقه اللي ما تتسمى اللي اسمها الخمره دي. امرك يا ماما. ومراتك يبقى لها حرمتها. حاضر.
وتبقى راجل بمعنى كلمة راجل، فاهم؟ عمر is not here. عارف ده كويس. ايه؟ مش هتقولي لي اتفضل؟ انت عايز اعمل بروبليما معايا؟ لا بروبليما ولا حاجة. انت جاية مصر ليه مع عمر؟ ها؟ جاية عشان بتحبيه ولا علشان البيزنس اللي انت عايزة تعمليه انت وباباكي؟ عمر handsome. I like him. استلطاف. مش حب يعني. Maybe. ده شيء ظريف قوي. والبيزنس بقى هو اللي اكيد. مش كده؟ Of course. عمر قال في بيزنس كتير قوي في مصر. على فكره عمر طلب مني رقم حسابي علشان باباك يحاول عليه الفلوس. فلوس المشروع اللي انتوا عايزين تعملوه في الغردقه. وفهمت ان انت مش عندك حساب في اي بنك. وعشان كده قررنا نفتح لك حساب. مش بس كده، لا انت وكمان اخوك احمد واختك سمسه. وليه ده كله؟ اوعي تقولي لي زي عمر ما قال لي علشان المنافسين. نو عمر لا بيفهم في السياسه ولا في البزنس. خالد انت اكيد عارف ان احوال العالم كله اتغير بعد احداث 11 سبتمبر في امريكا. ودلوقتي اي تحويلات فلوس كبيره بتتم بتلفت نظر اجهزه الامن. عشان ممكن الفلوس دي تبقى راحة يعني لتمويل عمليات إرهابية. Exactly خالد. لكن لما تتجزأ بقى على حسابات كتيرة جدا أجهزة الأمن ما تاخدش بالها. هاي المستر خالد. طيب وناويين تعملوا إيه بقى بالفلوس الكتير قوي اللي عايزين تحولوها مصر؟ مشاريع استثمار اقتصادي. زي القرية بتاعت الغردقة؟ وفي مشاريع تانية كتير إحنا بنفكر فيها. باي ذا واي فكرنا فيك وفي إخواتك. عمر كلم انا وقال لي ان انتوا يبقوا شركاء معانا في المشاريع اللي هنعملها هنا. فعلا بس احنا للاسف ما وافقناش لان احنا كل واحد فينا عنده شغله ما بنفكرش في البيزنس زي عمر. عموما فكر كويس بعد كده رد عليا. حاضر هفكر. شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب مكتوب في ليل الهوى. شمس وقمر